قبل ما أعطيكم رأيي عن قيادة الراب 4 2019، خلينا نعمل مقارنة سريعة بينها وبين المنافسين بالأرقام. كل من النيسان إكس تريل والمازدا سي إكس 5 عم بحصل على محرك 4 سلندر سعة 2.5 لتر، أما الهوندا سي آر في فعم تحصل على محرك سعة 2.4 لتر. بالنسبة لأرقام القوة، فالنيسان إكس تريل محركها عم بيولد 169 حصان و 233 نيوتن متر من العزم، أما المازدا سي إكس 5 فالقوة فيها هي 188 حصان والعزم 251 نيوتن متر، أما الهوندا سي آر في فالقوة عم تبلغ فيها 184 حصان والعزم عم بيوصل ل 244 نيوتن متر. وهلأ نرجع للراف 4 2019، فهي عم تحصل على محرك 4 سلندر 2.5 لتر عم بقدر يولد 203 أحصنة و 243 نيوتن متر من العزم، وهذا المحرك عم بيجي متصل بجير بوكس من 8 سرعات. وهذا بيعني أنه الراف 4 2019 بينها وبين منافسيها هي المتفوقة برقم الأحصن اللي عم بيولدها المحرك، ولكن عم بتضل المازدا سي إكس 5 هي الأعلى بالعزم ب 251 نيوتن متر. ولكن بعيدا عن الأرقام، بصراحة قيادة الراف 4 بهذا المحرك وهذا الجير اللي قلنا هو أوتوماتيكي من 8 سرعات فعلا عم بيعطيك القيادة اللي بتتوقعها من هيك سيارة SUV داخل المدينة أو الطرقات السريعة. التسارع جيد، الانتقال بين السرعات للجير هو سلس جدا، ولكن أنا في عندي شوية ملاحظة على مقود القيادة. المقود شوي بالنسبة لإلي خفيف كتير وما بتحس فيه أي ارتباط بينك وبين العجلات، يعني أنت ما في أي تفاعل أو فيدباك عالي بقولك وين العجلات متجهة بالضبط مع هاي السيارة. ولكن هيك نوع من السيارات أكيد ما بتحتاج هاي الدقة الكبيرة بالعالي، ولكن بهيك الراف 4 بتكون تفاعلها بالقيادة شوي أقل من اللي منحصل عليه من كل من الهوندا سي آر في وطبعا المازدا سي إكس 5، خاصة إنه شركة مازدا دائما بتركز على التفاعل بالقيادة لما تقود أي سيارة من سياراتها. مع الراف 4 2019 عم نحصل على 3 وضعيات للقيادة، هي نورمال، إيكو وسبورت. الشيء الوحيد اللي بتأثر عليه هاي الوضعيات هو الجير بوكس. فبوضع سبورت الجير بضل ماسك معك بأقل جير لحتى يعطيك القوة الأعلى، أما بوضع إيكو فأكيد الجير عم بيحاول يكون دايما بأعلى جير لحتى يوفر أكتر بالوقود. أما عزل الصوت داخل المقصورة فهو جيد جدا، وهو اللي بتتوقعه بهيك سيارات بهاي الفئة، خاصة لما تكون عم تقود الراف 4 داخل المدينة وبسرعات اللي هي داخل المدينة يعني أقل من 80 كيلومتر بالساعة. ولكن أنا لاحظت شيء إنه مجرد ما نطلع الطرقات السريعة وتكون عم تقود السيارة بسرعات يمكن أعلى من 100 كيلومتر أو 120 كيلومتر، فأظن بسبب تصميم السيارة المضلع الخارجي والمستقيم اللي حكينا عنه في شوية صوت للرياح والهواء اللي عم بيضرب ببودي السيارة وهو عم يكون عالي شوي داخل المقصورة. خليني أحاول أتسارع بالسيارة أكثر، بتمنى أن يكون الميكروفون عم بيسجل صوت الهواء اللي عم بسمعه داخل المقصورة، وهو بتحسه هواء عم بيضرب بالأسطح المستقيمة لتصميم السيارة الخارجي. يمكن أكثر شيء بميز الراف 4 عن منافسينا هي مقدرتها على القيادة على الطرقات الوعرة، فهي عم تيجي مزودة بنظام All Wheel Drive، نظام دفع رباعي دائم مع 3 خيارات للتضاريس المختلفة. ففي عنا Modern Sand للوحل والرمل، Rock and Dirt واللي هو للطرقات الصخرية، وسنو طبعا للطرقات الثلجية. نظام الدفع الرباعي هذا في عنده سنسورز على العجلات الأربعة بحيث أنه بقرأ وين العجل اللي بحتاج للعزم الأعلى وبوجه العزم لهذا العجل اللي بحتاجه أكتر شيء لحتى يتعامل مع هيك ظروف قيادة. وبصراحة المسافة تحت سيارة الراف 4 فعلا بتشجعك أنها تقود السيارة بهيك ظروف على طرقات غير معبدة. وخليني أنهي قيادتي للراف 4 بالتكلم عن معدلات استهلاك الوقود. فخلال تجربتي للراف 4 2019 حصلت على معدل استهلاك وقود بوصل 10.3 لتر لكل 100 كيلومتر، وهو معدل جيد لسيارة بهاي الفئة. ولكن إذا كنت حاب تحصلوا على راف 4 بمعدلات استهلاك وقود أعلى بكتير، فالراف 4 حاليا متوفرة بأسواقنا كراف 4 هايبريد مع محرك كهربائي بيساعدك طبعا على توفير الوقود بالراف 4 2019.
أكيد لا زال الراف فور من أهم الخيارات بهاي الفئة من السيارات، خاصة مع الثقة اللي عرفها الناس من شركة تويوتا. ومع الجيل الخامس من الراف فور ضاف هذا الجيل تحسينات كبيرة على أحد أكثر السيارات مبيعاً بالعالم. عما بالنسبة لأسعار الراف فور، فبسوقنا هون بالإمارات سعر الراف فور عم ببدأ من 99,000 درهم، وبيوصل مع نسخة الفول أوبشن وهي نسخة أدفنشر اللي اختبرنا لكم إياها بالاختبار اليوم ل 129,900 درهم إماراتي. ولكن أغلى راف فور ممكن تشتريها حاليا هي تويوتا راف فور هايبريد بسعر 139,900 درهم. أرجو أن تكون عجبتكم تجربتي لليوم، وما تنسوا أنه بتقدروا تروحوا على موقع يلاموتور.com لحتى تقارنوا الراف فور بكل منافسيها اللي ذكرناهم بالحلقة. بشوفكم بتجارب قادمة إن شاء الله، ومع السلامة. قبل ما أقولكم رأيي أنا بقيادة الـ MGHS، خليني أعطيكم بعض المعلومات. عم تيجي السيارة مزودة بمحرك 2 لتر 4 سلندر توربو بيولد 231 حصان و 360 نيوتن متر من العزم. هذا بخلي الـ MGHS أقوى سيارة بين منافسينها بهاي الفئة. هذا القوة والعزم عم توصل للعجلات الأربعة على حسب الحاجة، كون السيارة المعنى All Wheel Drive من خلال جير بوكس ديول كلتش من 6 سرعات. والسيارة كمان عم تيجي مع زر لتفعيل ديفلوك كهربائي بوزع القوة والعزم 50-50 على العجلات الأمامية والخلفية. تعليق السيارة ممتاز جدا بإخفاء التعرجات والمطبات بالطريق، وبصراحة عزل الصوت داخل المقصورة جيد جدا. ولكن أنا لو حبيت لو قدروا كمان يخفوا شوي صوت المحرك لما تضغط عليه داخل المقصورة، خليني أسمعكم شوي، حسيته عالي لما تطلب القوة منه داخل المقصورة. ولكن لما تقود السيارة بطريقة هادية بصراحة ما عم بسمع أي صوت لأي هواء خارج السيارة أو أي صوت قادم من عجلات السيارة. الـ MGHS عم تيجي مع 5 وضعيات مختلفة للقيادة، هي إيكو، نورمال، سبورت وكاستم يلي بتحط فيه إعداداتك الخاصة. ووضع هو سوبر سبورت بتفعله عن طريق زر بالمقود بتحس شكله مأخوذ من سيارة فراري. أما بالنسبة لرأيي على قيادة السيارة فراح أقسمه لقسمين. القسم الأول هو لما تقود السيارة هيك بوضع نورمال وبشكل هادي كتير، إما داخل المدينة أو على السرعات العالية على الطرقات السريعة، فالسيارة بصراحة سلسة كتير للقيادة، مقود القيادة حساسيته جيدة مع أنه ما فيه فيدباك عالي، ولكن هاي الحساسية كمان بتتغير مع وضعيات القيادة. الجير بنتقل بسلاسة بين سرعات الجير، وصراحة قيادتها بهاي الطريقة ما بتحسسك أنه في أي مشكلة بقيادة السيارة. ولكن ملاحظاتي بتيجي بمجرد ما تحط السيارة بوضع سبورت. هلأ أنا حطيت السيارة بوضع سبورت وتبدأ تطلب شوية قيادة فيها إثارة أكبر من السيارة، فإحنا عم نحصل على تيربو لاج كتير طويل، وكمان هون ببلش الجير تحسه شوي ضايع بين بأي جير يكون، مع أنه الجير ديول كلتش وهو عم بنتقل بسرعة بين سرعات الجير، خاصة لما تستخدم البادل شيفترز الموجودين خلف المقود. ولكن هون بتحس مع تنقلات الجير بين السرعات بنتعة وشوي بضياع بالجير بأنه بأي سرعة راح يكون. كمان في مثل ما قلت لكم التربولاج عم بيعطيك شوية تأخير بوصولك للقوة، وهذا بسبب انه قمة العزم عم تيجي عند 4,000 دورة، اما قمة القوة الحصانية فعم تكون عند 5,300 دورة. وهذا بيعني انك لما تنطلق بالسيارة من ثبات، فهذا بياخد وقت لحتى تحس بكل القوة اللي بتحتاجها، وهي بتيجي بشكل مفاجئ. بظن كان لازم يشتغلوا أكثر على برمجة الجير وكمان حساسية دواسة الوقود، خاصة أنه كمان لما تضغط عليها وتطلب تسارع من السيارة وتشيل إجرك فجأة عنها بتحس أنه السيارة بتسارع شوي بعدين ترجع تبطأ. ولكن لأكون صريح معكم، أنا واجهت مثل هيك مشكلة مع سيارة الرينج روفر إيفوك كمان. ولكن لأكون عادل، كتير من الناس اللي راح يقتنوا مثل هيك سيارة ما راح يفكروا أبداً بأنه يقودوها بشكل
رياضي كبير أو يحصلوا على قيادة فيها إثارة كتير، بل بالعكس يمكن يقتنوها ليستخدموها بتنقلاتهم اليومية وبرحلاتهم العادية، ورح يقودوها بشكل هادي، وهو الشيء الإيجابي بهاي السيارة وفيه سلاسة كبيرة. ولأخدم قيادة MGHS راح أورجيكم تسارعها من 0 ل 100 كيلومتر بالساعة بوضع سوبر سبورت. مع سعر 79,000 درهم لنسخة الفول أوبشن من الـ MGHS، تعتبر هي عرض رائع تاني من شركة MG. فما ننسى أنه هاي السيارة عم تتنافس مع سيارات نسخ الفول أوبشن فيها تقريباً بتوصل للضعف هذا السعر. أكيد شركة MG لسه قدامها طريق طويل لتحسن بعض الأشياء بسياراتها، وأكيد تكسب ثقة أكبر بين العملاء والناس بأسواقنا. ولكن هذا ما بيمنع انه الـ MGHS 2020 هي خيار رائع تاني واضافة جديدة للسيارات بهاي الفئة. ارجو ان تكون عجبتكم التجربة اليوم، بشوفكم تجارب قادمة ان شاء الله، ومع السلامة. لحتى نحكم على قيادة سيارة SUV متوسطة بهاي الفئة، برأيي لازم تحقق ثلاث أشياء: إنه تعطيك قوة كافية، تعطيك راحة كبيرة بالقيادة، وتحقق معدلات توفير للوقود جيدة. وبصراحة الهوندا CR-V 2020 بتحقق هالشروط الثلاثة بشكل ممتاز جدا. محرك الهوندا CR-V هو محرك 4 سلندر سعة 2.4 لتر، بيولد 184 حصان و 244 نيوتن متر من العزم، وعم بيدفع هاي القوة للعجلات الأربعة، بما أنه نسخة السيارة اللي معنا اليوم هي نسخة الدفع الرباعي. عم بيجي المحرك متصل بجير CVT، كمان بيقدم لنا سلاسة كبيرة بالقيادة وتوفير جيد بالوقود، بيوصل لرقم 14.7 كيلومتر لكل لتر من الوقود. الـ CR-V 2020 ومثل ما تعودنا من الـ CR-V قبل هيك، بالفعل عم تقدم راحة كبيرة بالقيادة. بقدر أقول إنه المحرك قوي كفاية لسيارة بهاي الفئة، سيارة SUV عائلية. تعليق السيارة معير بطريقة إنه بالفعل عم بقدر يخفي معظم التعرجات الموجودة بأي طريقة، ومع إنه أنا بالعادة ما بحب جير CVT على أي سيارة، خاصة لما تضغط على السيارة، ولكن إذا قدت CR-V بشكل هادي، بالفعل كمان عم بيقدم سلاسة كبيرة بقيادة السيارة. بشكل عام قيادتها مريحة جدا، مناسبة جدا لسيارة SUV عائلية تتسع لإلك ولعيلتك برحلاتك اللي داخل المدينة القصيرة اليومية، أو حتى بالرحلات الطويلة. خلينا هون بالمزاراتي كمان نتكلم على الثلاث نقاط اللي ذكرناهم بالهوندا CR-V، كل من القوة، الراحة بالقيادة، وتوفير الوقود. القوة بالليفانتي ترفيو حدث ولا حرج، فمحرك 3.8 لتر V8 توين تيربو المصنع من قبل فيراري بيولد 590 حصان و730 نيوتن متر من العزم، بتوصل للعجلات الأربعة على حسب الحاجة. وبس للمقارنة، هاي الأرقام هي ثلاث أضعاف أرقام القوة اللي تكلمنا عنها بالهوندا CR-V. أما بالنسبة للراحة بالقيادة، فالليفانتي تروفيو بتيجي مع ثلاث وضعيات قيادة، هي نورمال، سبورت، وكورسا. وكمان بتيجي مع وضع سبورت منفصل لتعليق السيارة الهوائي، اللي بسمح لك انك تتحكم بارتفاع السيارة يدويا او على حسب وضعيات القيادة. حط السيارة بوضع كورسا وبتوصل ل 100 كيلومتر بالساعة بكل راحة ب 3.9 ثانية، ولسرعة قصوى 304 كيلومتر بالساعة. تذكروا هاي سيارة SUV 9-5 ركاب عم بتكلم عنها. رهيب التسارع. آخر نقطة كانت هي توفير الوقود. بالمزاراتي ما رح تهتموا أبدا بهذا الشيء، لأنه رح تستمتعوا بأصوات محرك التروفيو الرهيبة. ومش بس هيك، مع الجير ZF 8 سرعات يلي بنتقل بسرعة خيالية، وهالتماسك الرهيب على المنعطفات،
راح تنسوا اصلا اي شيء له علاقه باي وقود. انا بفضل كل هاي الاشياء عن السي في تي الموجود بالهوندا سي ار في. ولحتى اوضح لكم قديه تسارع الليفانتي تروفيو رهيب وقديه الفرق شاسع بينها وبين سياره اس يو في عاديه مثل الهوندا سي ار في، خلينا نعمل دراج ريس صغير. بهذا الفيديو اليوم مع انه غريب شوي قدرت اثبت انه الهوندا سي ار في 2020 لازالت سيارة اس يو في لازم تكون على قمة لائحة اي شخص عم بدور انه يشتري سيارة عائلية بهاي الفئة. فبسعرها اللي عم ببدأ من 92,900 درهم اماراتي هي بالفعل سيارة اس يو في عائلية عملية بتقدم كفاية تجهيزات واقتصادية، وكمان هي عم تحمل شعار شركة هوندا اللي بيعني الكثير من الثقة والاعتمادية بأسواقنا وبالعالم كله. ولكن إذا كنت من الأشخاص اللي حابين يضيفوا الكثير من المتعة والكثير من الإثارة لحياتهم العائلية وعندك كفاية تصرفوا إنك تشتري 7 سيارات هوندا سي آر في، فأكيد المازيراتي ليفانتي تروفيو لازم تكون بقمة خياراتك بهاي الفئة. أرجو أن تكون عجبتكم التجربة لليوم والفيديو الغريب اللي عملناه اليوم، وبشوفكم بتجارب قادمة إن شاء الله، ومع السلامة.